بعد أن كانت تتهم إيران بتقديم الدعم للحوثيين بشن الهجمات، ترصد مسيرة تنطلق من إيران وتستهدف سفينة في المحيط. هذا التطور كم يؤثر في التصعيد بمناطق المياه الدولية؟ مما لا شك فيه بأن الأمور بدأت تتجه نحو التصعيد، وبالأخص بعد أن قالت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الطائرة التي أطلقت وعبرت مئات الكيلومترات عبر الشاطئ الهندي وأصابت الباخرة. الأمور نعم، الإيراني برأيي أنا يتعاطى بالكيل بمكيالين، يعني لأن الإيراني كان قد أعلن بعدم انخراطه بهذه الحرب منذ البداية، وهذه كانت تلبية للقلب الأمريكي. ولكن اليوم الإيراني أيضا لا يمكن أن يشاهد بأن الأمريكي قد تمادى بالدعم حتى بالانخراط بهذه الحرب بالنهاية، وأن يكون المتفرج، وبالأخص بأن إيران هي داعم للحوثي والجماعات الأخرى إن كانت في العراق وسوريا ولبنان وغيره. فهنا الإيراني يريد أن يرسي، يعني يقوم بإرسال رسالة بأن الأمور لن تبقى مقتصرة على غزة في حال كانت الأمور ستذهب بالتصعيد أكثر.